رفضت طلبك ما هيك؟ مثل ما توقعت. هلأ أنت ما عليك غير أنك تحترم القرار اللي اتخذته ولازم تبعد عنه. ريشي أنا برأيي ما في داعي أنك تزعل أبداً، وما فيك تلومها إذا كان هذا قراره. بالنهاية الدنيا كلها اسمه ونصيب، ومو كل شي منتمناه بيتحقق مثل ما خططنا له تماماً، والدنيا ما خلصت هون. وأنا شايفة قديشك بتحبها من نظرة عيونك لأنهم فاتحينك. على فكرة أنا بعرف من زمان أنك بتحبها، أكتر من مرة شفتك شلون عم تتطلع فيها وكيف ما عم تقدر تشيل عيونك عنا. بس للأسف ريشي، كتير أحياناً منفكر إننا عايشين صداقة قوية بس بيطلع حب مخبى. ريشي، حرصك الكبير على جانجا واهتمامك الدائم فيها حتى خناقاتك معها كلها كانت دليل حب. هذا الحب الدافي والقوي اللي عطاك كل هالشجاعة وخلاك تتصرف بهالإصرار والقوة، وخلاك توقف قدامنا وتعلن حبك لإله وتطلبها للزواج بكل ثقة. أنت بتعرف إنه الكل متفاجئ من هالموقف؟ ريشي، أنا بعرف تماماً إنه جانجا قسيت عليك وحاكتك بأسوة كبيرة، بس أنت ما فيك تتركها لحالها أبداً. هلأ هي مجروحة وأنت بتعرف إنه كل أحلامها والشغلات اللي كانت راسمتها تحطمت، بس لازم تستغل الفرصة وتتقرب منها. خليها تعرف قديشك بتحبها وقديش عم تسعى لتكون مبسوطة. ما بدي تضعف، وشو المشكلة إذا رفضتك مرة تانية؟ مو رفضتك بالمرة الأولى؟ بعرف إنك طيب وحنون، وأنا متأكدة إنك رح تقدر تسعد جانجا وتخليها مبسوطة. بترجاك خليك قوي ريشي، فعلاً حبك لجانجا هو حب كتير قوي، وأنت بهالشعور اللي جواتك بتقدر تهزم العالم كله. نصيحة، حط جهدك ورح تنجح ريشي، بترجاك خليك قوي. بعرف إنك مليت لأني عم عيد اللي حكيته، ويمكن ما تكون عم تفهم علي كل شي عم قوله، بس بدي أطلب منك طلب صغير، وهو إنك تغمض عيونك وتسأل قلبك كم سؤال. بس اسأل قلبك ريشي، وأول سؤال هو مين هي البنت اللي حابب تمنحها كل سعادة العالم وتضل جنبها طول العمر؟ اسأل حالك مين هي اللي بتخليك تضحك من كل قلبك لما تشوفها عم تضحك قدامك، واللي بتخليك ترتاح. يلا ريشي، اسأل قلبك وشوف، وأنا متأكدة رح يعطيك الجواب فوراً.